الاخوان وصلت الهديه ديال سيدي حسن بسلام، ما لقيت فين نحطهم وانا نحطهم في الكوري مع البراهما، وهي بالصدفه انا تابع هادو كنشوف فيهم. شوف واش لقيت الاخوان، شوف واش لقيت البراهما حطات، اللهم بارك، اقسم بالله الا حطاتهم جداد هما باقيين كاع سخان، اللهم بارك. وشوفوا هاد مسخوت الوالدين من الصباح هو تبع عادي تيضرب فيها، بغى يلقحها صحه من الصباح هو تبع عندها. يلا شتو الاخوان، ها انتم اللهم بارك، هادو يلا تلقتهم باقي كاع ما كلاو، ما كلاو ما شربوا، تا الصباح نصايب لهم شاوز البوكوس تبارك الله. شوفوا انا الحصيله نتاعت اليوم اللهم بارك، وهاد الشيء باقي يلا بزينه. نشوفوا هاد البنو، اللهم بارك اخوان، صافي جويجه اللي كاينين الاخوان، شي وحده اللي بيضات ما عرفتش شكون اللي طلعت تما، دابا نعاود نرد لها الباب. دابا هذاك المسخوط اش بين ندير معاه، الا فرقتو غيضربو هذاك اللي على برا، الا خليته هنا خفت لا يضربو هادو، حيت هاد المسخوط هذا من الصباح هو تبع هذا خفتو لا يضربو. دابا ما عرفتش نشوف راه هذا راه كيضربها مسخوط، يلا ولا فرقتو دابا حطيتو في شي بلاصه اخرى غيشطفوا عليه الاخرين. يلا اش بين ندير معاه، اش بين ندير معاه، شوف هاد القزم الاخر، اللهم بارك الاخوان، هادشي جميل، هادشي جميل، اللهم بارك تيحمق. شتي اللي قلت لكم دابا الا تلقتو غيضربهم هذاك، هذا كيضربهم كاملين شتيه الا تلقتهم هنا. انا تاكيت هما الاخرين فين تلقتهم، حيت حتى هذا كيضرب ليا دوك الذكوره كاملين شتيه، ها هو ها هو هذا تلقته ويضرب ليا الذكوره كاملين، وانا نطلق مع هاد النتواز هاي ابيض، هاد النتوا مزيان كتبيض مزيان، قال لي سيدي حسن. شتي دابا الى تلقتو غيضرب ليا هادوك، ولا عاوتاني هادوك تلقتهم هنا غيضربهم هذا، وما عرفنا شنو نديرو معاهم. دروكا خفت لا نمشي ودوك براه ما تيمشيو يضربوهم ليا. فين هو هذاك الصغير باقي تابعها؟ ها هما كيدابزوها. شتي راه مشكله، راه مشكله. دابا انا خفتي شي واحد اللي قتل ليا شي واحد. شتو المعركه كي دايره؟ اه يلا اش بين ندير معاهم؟ ضروري خصهم يتفرقوا، راه مشكله والله الا مشكله. يلا ها مشكله الاخوان في هذه القضيه هذه، ما هي لا مشكله. الاخر توا من الصباح هو معجل هذيك، ما خلاها لا تاكل ولا تشرب. يلا شتو ها البراهما تا هو راه مشكل، هادشي خصني نعزلو، فين بيت نعزلو عباد الله؟ يلا خصني ندير شي حل ضروري، لا تمشي نشوف واش عندي شي قفوصه ولا شنو بين ندير، هاد الفيزو ما يمكنش نحيدهم من القفوصه تا هما، البراهما تيضربهم ليا تا هما. يلا شنو بغينا ندير، لا تمشي ندير شي حل، الا لقيت الحل غادي نوريه لكم الاخوان. انا الاخوان واحد فين درتو، هذا كيضرب كلشي، الاخرين فين درتهم شتو؟ ما بغيتش نشعل الضوء على الطيور، لا هما ثلاثة ذكر وجوج نتيوات، بغيت نشوف صعيب انا لكم. المهم تا الصباح نوريكم داكشي الاخوة، ذكر تما قزام وجوج نتوات قزامات، الاخرين ها هما. هما درتو هنا هو تاع الذكر تيضرب هاد الندوة لا باين القحا واقيلا. المهم هما تجويجا هنا راه مغطي عليهم وفي امان الله، غنخليهم بوحدهم باش ما يقتلوهمش الذكور. ندوة
انت واجيك جيك المويه الدبيبي زاي السنفوره عطي طال هذا الذكر هذا بدلت ليه ديك البيضه البيضه عطي طال الاخر الصغير وهذا عطيتو هذه هي ما شاء الله صافي ودابا البراهما خليتهم بوحدهم حيت بداو تيحطوا البيض خليهم بوحدهم باش ما يقتلوا ليا شي ما يقتلوش ليا شي واحد انا ما بقى معاهم حتى واحد دابا صافي ما ناضي اللهم بارك الاخوان الصباح ان شاء الله نجيو نلقاو البيض عاود ثاني ان شاء الله راه حطيت هذوك الجوج في القاسه اجي نوريهم لكم وتحياتي لكم دابا غنطفي عليهم الضوء البراهم راه واكلين طفي الضوء هانا لك الباكيت هانا اجي نوريكم البيضات هاهما الدجاجات كيشوفوني تيهربوا اول بيضة الاخوان اللهم بارك باقي بطعم راه هادي كاملة دغيا ما شاء الله ها هو ملك ملوك طيور الزينة اللهم بارك مركض السلام عليكم الاخوان كيف راكم كلشي مزيان صباح جديد ان شاء الله ونهار جديد فقت بكري دزت على الطيور كاملهم علقيتهم الماكلة تقريبا اغلبية كلاوها صايبت لهم كلهم الماكلة صايبت لهم الماء صايبت لهم الشريبات الدجاج بدا كيدابز ليا كيوريتكم في المقطع الاولاني فرقتهم كل واحد درتو بلاصتو كل حاجة قديتها بلاصتها تهنيت عليهم الحمد لله بين ما نصايب لهم حيت الدجاج ان شاء الله هنا غادي نصايب لهم المنطقة ديالهم وهنا نوريكم الحيط اللي خليته داك النهار كيدوز ودابا ان شاء الله غادي نهندس الهندسة نتاع الدجاج حيت ضروري الدجاج خصنا نديرو ليه الحل وغادي نوريكم الهدية اللي عطاني سيدي حسن الله ينورو الله يحفظو الله ينصرو اول حاجه بغيت نقولها لكم فراسكم ان الحيوان اللي كيجيني كادو غتبقى عندي خالدين ابدا مستحيل نبيعو نعطيكم مثال بحال الحمامات نتاع الشريف تحياتي ليه هذا المنبر الحمامه نتاع الشريف ساوي عندي دابا حاليا 20 مليون تعطيها والله ما تاخذها غتبقى عندي خالدين ابدا الا ما داتهاش الموت كذلك هاد الدجاجات اللي خديت من عند السي حسن الاقزام دابا نسميهم اسماء رائعه وندير لهم طابلويات رائعين وغادي يبقاو عندي ان شاء الله بحول الله خالدين ابدا تنشوف ولاد 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 ولادهم ومستحيل نبيعهم نعطيكم مثال تجي شي واحد يقول لي ديك الدجاجه القزام كيف ما كانت نوعها دوك اللي جبت من عند سيدي حسن كاملين واخا عطيني فيها 10 مليون ما تاخذهاش واضافه لهدايا اللي عطاني سيدي حسن وكبر بيه عطاني بودور المورينغا والمورينغا قليله بزاف ومهمه بزاف ورائعه بزاف لينا حنا كبشر والحيوانات بزاف بزاف لذلك انا قررت بيت نزرع في واحد المنطقه كامله بيت نعمرها مورينغا ان شاء الله باش نولي نستعملها للطيور ونستعملها لينا حنا وتبقى عندي ديما البودور ديالها باش نبدا ننتج فيها ان شاء الله ولا نشحات وكبرات وكلشي غادي ندير انا واحد المنطقه واحد الارض نعزل شي بقعه تكون كلها مورينغا ان شاء الله بحول الله ودابا انا جيت باش نشوف با ابراهيم ان شاء الله باش نعطيه يزرع لي المورينغا كامله في المنطقه اللي بغيت وغنوريكم الصوره ومورايا شفت الصور كي داز تحياتي الاخوان ها هو هذا اللي قلت لكم بان دوزه دابا صافي على برا الا كنتي على برا ما كتشوف والو هنا ها هي البلاصه فين بيت ندير النحل شتوها ها هو الصور فين داز شتوه اللهم بارك دروك ما بقى حتى شي حد يبان لي هنايا وباقي حتى تما غادي نكملو ان شاء الله المهم دابا تجي ها هي كلها تقدات تنقات المورينغا فين بيت نديرها الاخوان هاد المنطقه اللي كنت بغيت ندير فيها نوار الشمس غادي تكرب كامله غنردها كلها مورينغا هاد البلاصه هادي كلها غادي نديرها مورينغا ان شاء الله بحول الله وهاد البلاصه حتى هي كلها مورينغا شتوها وهاد البلاصه هادي حتى هي كلها مورينغا ان شاء الله بحول الله يعني هنا كله غنردو بودور مورينغا ولا شاط ليا شي حاجه غندخلها لداخل نديرها ليها ولا ما شاط والو غادي ندير كلشي هنا وحتى نتجها ان شاء الله ونبدا نكثر فيها لديك الجهه ان شاء الله بحول الله دابا دروك نعيط لبا ابراهيم غادي يجي غادي نصايبو هادشي هذا دابا غادي نخليه يكربلها ويدير فيها الغبار ويزرع لينا المورينغا ان شاء الله بحول الله الاخوان والدجاج هي هذه المنطقه ديالو يا خصني ندير لها الحل ان شاء الله وغادي ندير الدجاج هنا كامل شتيه غادي ندير لهم بيتاتا كنبنيهم اليوم دايرين لهاد الجهه هادي كامله هنا بيوتا وفيهم كرياجات بيولي الدجاج كيخرج كيسرح يسرح مع راسو تي يسرح في الفيرما كيف ما بغى ويعاود يرجع عاوتاني
البيوت ديالو، والسلالات اللي زوينين بحال الاقزام تاع سيدي حسن، دوك الانواع اللي بغيت نجيب اخرين، غيكون كل مسرح بحال كي مصايب سيدي حسن، مسرح صغير فيه ذكر وربعه تنتاوي، 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 ودايرين وغادي ان شاء الله نبدا على الاقل ان شاء الله الى سهل الله غادي نبني هذه المنطقه هي الاولانيه بيوتا ونديرهم فيهم، وحتى من بعد ان شاء الله فاش يسهل الله وغاتاني غنكمل هذا الشيء كلشي ان شاء الله غادي نديروا بيوت الاخوان. اول حاجه دابا هي المورينغا، لانني اتصلت بالسدور للاسف ما كاينش دابا ما مساليش، غادي نمشي نجيب الحديد وداك الشيء ونحطو ونشوف الا لقيت السدور اللي يخدم هذا الشيء هذا. ها فكرتوني، ها هو الحيط اللي تبنى اللي باش ما طيح حتى شي حاجه في الساقيه، رديت هنايا حوض شتاه هانتوما الاخوان. دابا ندور الباب راهم يجي باش يصايب هاد الشيء هذا. شوفوا الرمان كيبدا تبارك الله كيولاو كيبدا كيعطي الوريضات، شفتوا الوريضات كيبداو تيخرجوا، اللهم بارك. غنشعل الشاريج بعدا يا عمر، تحياتي الاخوان. ولهلاخ تاك سيدي حسن على الهديه الرائعه، لهلاخ تاك سيدي حسن غنبقى ديما نشوف فيها انا ونتفكرك. هالاقزام صابحين تيدورو يتشمش، اللهم بارك. شوفوا اجي اجي ديك القزامه بنت لي هاد الفريريجه اللي عطاني سيدي حسن، جات مع هاد الفروج الذهبي وانا نديرها معاه. شوفوا كي تيبانوا كوبل رائع، اللهم بارك. ها هما طلقتهم هنا يتسركلوا مع راسهم، ها فين تيدخلوا يباتوا بالليل. ها الماكله وداك الشيء حطيت عليهم تيجيو يدخلوا هنايا بالليل بين ما نصايب ليهم. اجيو اجيو بيمشيو يخرجوا ليا الليل انا، اللهم بارك. كوبل ناضي حيت عجبني هكاك عاش عطيتو هاد البلاصه هادي هنا. شوفوا انتوا كي دايره ما شاء الله، شوفوا التكير تا هو ما شاء الله. الكوبل الاخر اجي نوري لكم. ايوا تحط بيضه واقيلا لقيتهم حط لي بيضه هاد الصباح الاخوان هنايا، والله الا حطوها والله الا راه يديتها في الفقاسه. دابا نوريها لكم ما شاء الله، راه دجيجات غزالين ما شاء الله، راه تيبيض اللهم بارك. اجي نشوفوا الكوب الاخرى. هاي الماكله فين حطيت عليهم بيروشات، راه كنطريطيهم هما وهادو قبل ما نطلقهم في القفوصه، راه درت لهم داك الدواء اللي وريتكم اللي تيجيو، ها هما حطهم هنايا كيتشمشوا. ها هي الكوب الاخرى، غزالين ما شاء الله. الله يحفظك سيدي حسن، الله ينورك، غيبقاو ديما معايا ان شاء الله هنايا وعزاز عليا بزاف. شتي تبارك الله تكير انت واكي منسجمين ما شاء الله، كوب ناضي اللهم بارك اللهم بارك. الشريف والبهجاويه ما شاء الله، كوبلات بهجاويين مراكشيين اللهم بارك. هاو فرجي وميرا ما شاء الله، وقيت المكافأة، أحسن مكافأة ديرها البابا ديالك شتيها فرجي. دجا جوني أنا جولي ماكس. احسن حاجه تقدر تقدمها لبابا ديالك باش يحبك ها نتوما. شوفوا حتى لي سوفاج ها شتاه، ها هي نتوما تسمعني غتم خارجه حتى هي. ها لا باقي تقيسها، راه كاع هرسوا عصيات مسخت كياكلوهم. هنا هنا اللهم بارك.
هانتوا جايه شتا قلت ما تسمعني باش تم جايه ها هي جايه اه المكافاه نقطه الضعف ديالهم هذه ها هي ها هي باجي واخا خوافه غادي تجي تاخذها دابا هاك هاك هاش هاك هاك شتوها هاهي واخا خوافة ولكن راه كتعطيها واحد الحاجة اللي كتموت عليها غتجيب الزمنة شو الكويكر كتعيط عليا باكو هذاك باكو تعيط ليا نجي نوكلو ها شتوها اللهم بارك ماكس كي تيشطح تيقول يا رجع ارجع اعطيني هاك ما شاء الله اجيو تشوفوا الكوبي الزوينه تاعي ان شاء الله انا امازونيات وهذوك تيتشمشوا مع راسهم درت لهم خل التفاح صباح النور هاك ياك ياك عطيتيني والله ما نعطيك بالله والله ما نعطيك هاك انت يا زوينه انتي زوينه الله ما نعطيك انت يلا بقى نوريك تعطيني مزيان يلا بقى فراجي البوغوس ديالي ميرا هج هج زيدي او ميرا الله يعطيك الصحه شتو الاخوان شتو ما شاء الله اللهم بارك شوف شوف الامازونيه ضرباتهم الشمس وما ينشطوا غزالين ما شاء الله الاخوه اللهم بارك الاخوان مره اخرى تعلمت عدني ها المولينات ما شاء الله فيزو ما شاء الله اللهم بارك الكناريات ما شاء الله اللهم بارك عفاش كنطريتي الاخوان كنطريتي كلشي دقه واحده واخا يكونوا كاع مبيضين ولا كلشي المشربات كندير لهم الدواء كنخليه نص ساعه يشربوه وكنحيد لهم داكشي تحياتي للكينغ اخوان انا في طريقي ان شاء الله الى مدينتي العزيزه والحبيبه مراكش غادي نمشي لها ان شاء الله باش نجيب الحديد البارات ديال الحديد والسلعه البيزاكرات الزكار كذاك تخربق لامون تيسك تقطيع تا 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 تخربق المهم كلشي مقيدو غادي نمشي ان شاء الله نجيبو علاش لان المعاناه اللي الانسان الوحيده اللي كيعاني الا كان ساكن في شي منطقه بعيده هي الا بغيتي تعود تقدا يعني الا بغيتي تعود تقدا خصك ضروري تنزل للمدينه باش تجيب شي حاجه اول حاجه بثمن زين وثاني حاجه بالكثره لان بحال هاد المناطق ما تيكونش فيهم داكشي موجود ثاني حاجه الا لقيتي كاع شي حاجه كتلقى الثمن طالع بزاف يعني كتولي كتفضل تهبط لمراكش وتجيبو واخا ترونسبورت يتزاد عليك وكلشي افضل من انك تاخذ من هاد البلاصه هادي هكا كتما بيت نهبط دابا لمراكش نجيب معايا البارات الحديد كاملهم اللي غيخصوني شتي العبارات اللي غادي يخصوني عرفتهم قيدتهم غادي نحاول نقطعهم ونجيبهم معايا زائد السلعه كلها غادي نجيبها معايا وعندي اغراض وبغيت نطبع للفائزين نصورهم دوك اللي فازوا صحاب الكوبلان تاع سونكونيور وصحاب الكوبلان الحمام المهم وحدين انا نسكرينيهم ما عقلش عليهم حتى نشوفهم وغادي نعرف
وكاينين عندي اغراض بزاف غادي نقضيهم ونكتفيو بالحلقه ان شاء الله هنا. واخيرا بنوجه واحد التحيه كبيره للشريف ووليداتو، تحيه كبيره لكم وعلى الحميمات الغزالين اللي حطوهم في الدروج في الهبطه عندي وقت ما هبطت كنشوفهم وتنتفكرهم وتنبغيهم لانهم بجاويين 100%. وتحيه كبيره لسيدي حسن، الله ينورك ويحفظك وينصر لك وليداتك. الهديه ديالك ان شاء الله غتبقى عندي خالدين ابدا، دوك الدجيجات يا ربي ان شاء الله يحفظهم الله من الموت، غيبقاو خالدين ابدا ان شاء الله. تنشوفوا وليدات وليدات وليداتهم ديما يبقاو ديال سيدي حسن ان شاء الله في المحميه مشرفيني. وان شاء الله غادي نبني لهم اول ما نجيب البارات ونطمئن، حيت السدر ما لقيتوش للاسف دابا ما مساليش، انا غنوجد ليه السلعه وكلشي نحطها عندي. بين ما تبدا ليا الاشغال في الفوليرات غادي نمشي نبدا الاشغال ان شاء الله في بناء البيوت الدجاج، باش ان شاء الله كل كبله نعزلها بوحدها كيف داير لهم سيدي حسن، وباش يكون داكشي على حقه وطريقه وندير كل ذكر مع انتوات. اضافه واحد رساله بين وجهها لواحد الاخ دار واحد الموضوع وتكلم عليا وكيتحدث في شي امور، وبغيت نجاوب على واحد النقطه اللي قال لك النحل ما لا يقلقش وسط المحميه وكيأول عليا وكيفاش، واكثر دليل انه ما تيفهمش في النحل هو قال لي بيت نضيف لك انت بيت ديال النحل في المحميه نتاعك، النحل راه كيسرح كيلومتر واحد ولا جوج كيلومتر كيسرح باش كيجي يعني غادي يدخل لك المحميه. نضيف لك واحد الحاجه ما كنتيش عارفه على النحل، النحل ما كيسرحش كيلومتر، النحل قادر انه يمشي يسرح حتى 100 كيلومتر. النحل كيقلب على البلاصه اللي فيها الماء وكيقلب على البلاصه اللي فيها الماكله، يعني يمكن ليه يمشي 50 60 70 كيلومتر. هادي سول عليها الناس اختصاصيين النحل غادي يجاوبوك. هنا بغيت نتاكد لك ان هضرتك كلها خاويه، واغلبيه الحوايج كتهضر بدون علم، لان فاش كندير انا شي حوايج راه كنقول الاسباب وانت ما كتصنتش الاسباب، كتصنت لدوك الحوايج. كمثال فاش كنقول انا راه حاط الطيور الكناري مخلطين مع الدياموندا، كنقول اخواني مؤقت، اي بما نجيب الدياموندات ونجيب العشاش ومنين انصالي لهم العشاش راه بغيت نعزل. وثاني حاجه ديما كنقول بين ما نبني للاخرين، بين ما نبني للاخرين، يعني انا ماشي كنقول حاطهم بمعنى انا كنتسنى دايرهم كنتسنى منهم الانتاج ديالهم، ولا انا دايرهم دروكا مؤقتين. ثلاثه الاخوان كاين كيما البراج تحياتي للدرك الملكي انا حاطهم الاخوان هي بين ما بين ما نوجد كما تنقولها في حلقاتي، فاش كنطلق شي كناري في بيت ديموند قلت كنقول اخوان انا طلق الموانو بين ما نصايب البيت نتاع الموانو، كنعاود نطلق دجاجات بحال دابا اللي كيهضر عليا على الفيزون تيقول لك راه امراض وهادي وهذاك الشيء كلشي عارفينه وكنظن نقوله في الحلقات. وانا فاش حاط الفيزون للضروره احكام، بمعنى ما عنديش فين نحطو اشنو نطلقو في الزنقه يطير، راه ما يمكنش راه الفيزون كيطير وما عنديش فين نطلقو، هكاك علاش كنحطو حدا الاراوات، لان اصلا داك البيت اللي فيه الفيزون راه مليون مره نهار كيتبنى كنقول لكم علاش كيتبنى، كيتبنى البيت الاره وديال الاره، واصلا حتى هو اليوم هذا راه ديال الاره، وتما كل ديك البلاصه ما غيكونش فيها الفيزون ولا دجاجات ولا غيكون فيها الاراوات يعني نتاع الباب بغاوات فقط. ولكن دابا للضروره احكام الاخوان خص الانسان اللي ما كيفهمش يعود يعذر، ولا قلتي العصيده بارده ديري ديك يعني عود عذر. فاش كنقول لك راه خاصني تنبني اليوم راه البني ما ساهلش، ما بقاتش في اللسان، خاصك دير انت هز عليا ورقه وستيلو كتكتب، خاصك دير هنا ودير هنا ودير دير انت وريني وريني واش داكشي اللي كتكتب في ورقه وستيلو ساهل في التطبيق. يعني انا كندير جهدي وكنتقاتل، راه ماشي تجي تقول بيت نبني بيت هنا وتصحابك صافي تقولها راه هو البني البيت تبنى، راه الا بيت تبني بيت راه جيب سيمتو جيب طوبو جيب سلعتو جيب ضلطو جيب روينتو جيب خدامه جيب روينه ديالو باش يطلع لك داك البيت، عاد باش بيت دير فيه داك الفيزون. ولنفترض بنيتي بيت، بيت واحد ما داير لك والو الفيزون، علاش؟ لان الفيزون في داك البيت كيتقاتلو، خاص كل تكر مع ثلاثه تنتوات ولا اربعه في بيت، يعني خاصك دابا كل نوع تما الا عندي مثال 10 النواع خاصني 10 البيوتا، و10 البيوتا في الورقه والستيلو اللي كتكتب انت راه ساهلين، ولكن في التطبيق هضره اخرى. ولا قلتي انت العصيده بارده سجل لي شي حلقه كيف كتسجل دوك الحلقات وكتحط الورقه والستيلو قدامك وتبقى تعطيني الاراء ديالك، سجل لي شي حلقه وبين لي التطبيق ديالك وبني شي بيت في داكشي اللي كتقول لي ها كيفاش دير الدياموند وها كيفاش دير الكناري وها كيفاش دير هادي، ديرها انت وريني. انا فاش كندير شي حاجه كنديرها دابا مؤقته لان جهدي انا دايرو، الى بيتيني نبين لك داكشي انت اللي كتقولو ندير لك كل حاجه بلاصتها وكلشي نوجدو. دابا في هذا الشهر اتصل بيا وحط لي واحد الكرمومه صحيحه ونفرجك في الاعمال، نجيب 100 خدام يخدموا عندي من اليوم بالليل، اليوم بالليل يبداو الخدمه، غدا الصباح تلقاني بنيت 40 بيت، راه الكرمومه تصحابك انت
بيت ندير ساهله صافي بيت ندير راه هذا الشيء هذا المشوار دابا انا اللي غادي به وراه كيتقام عليا بزباله راه غادي بيت نجيب زباله الفلوس نتاع الحديد وزباله الفلوس نتاع السلعه وغادي نمشي وملي غنخسر هذا الشيء كله ونجيب السدر ونجيب المعلمين والصباغه والروينه وملي غنصايب هذا الشيء كله بيتلقى يلاه صايب 5000 فولارات يعني هذه الروينه كلها وهذه الفلوس كلها مشات ويلا بيصايبوا لي 5000 فولارات اللي باقي حاصلين تما اصلا هما مبنيين ومفينين يعني بيتصايب لهم الكرياش وبيتقام دابا بزباله هاد الفلوس اسي المعلم بقى تحط عليا ورقه وستيلو وبقى تقول لي داير ودير داكشي كله عارفينه واعوذ بالله قلت انا يعني ماشي بغيت نفتخر عليك ولكن انا يم طريقه هضرتك انت اللي كتهضر انا كنحس براسي محترف عليك بمليون الف درجه يعني فايتك في الدرجات للضرورات احكم انه اي حاجه شتيتها حطيتها في شي بلاصه اللي ماشي ديالتها راه ما عنديش فين نحطها نشدها نطلقها ما يمكنش نطلقها كنولي كنديبانيها في ديك البلاصه بين ما ان شاء الله يسهل الله ونتقاتل عاوتاني ونجري من هنا ونجري من هنا ونعاود نصيب لها بلاصتها وراه يد وحده ما كتصفقش فاهمنا هكا كاش انا بغيت نجاوبك ثانيا نجاوبك على مساله النحل حيت ما تصرطات لياش وانا النحل كنحبو غادي نديرو غير ما تصرطات لياش هذه المساله نتاع النحل اللي كتقول لي ان النحله كيسرح كيلومتر والاكثريه نتاعته 2 كيلومتر النحله كيسرح 100 كيلومتر الشريف النحله كيتبع الماكله ديالته فين كاين ثانيا انا المحميه فين بيت ديال النحل بيت نوفر ليه جميع انواع الغذاء اللي غيحتاج هو ورحيق النحل كاع داكشي اللي بيحتاج بيت نزرعو ليه حداه وعندو شريج ديال الماء النحل كيبحثي على الماء انا بين حط حداه شريج الماء وحداه الغرس بجميع انواعه ارى ما ياكل واصلا في الماء ديال الرمان الرمان اول ما كيترتق العسل والحلاوه وحده كاينه حداه تما اش بيطلع عندي نجاوبك على بيطلع عندي الا بيطلع عندي انا اصلا شبيك القبه اللي فين كاينين الباب باغاوات كلشي داكشي ديرو رقيق ما عدا ديال الدروج ساهل ندير ليه موستيك ما باقيش تلقى النحل كيفاش يقدر يدخل عند الباب باغاوات انت اللي كتقول لي كتحط لهم ديسير غيجي لك ما يقدرش يدخلوا عند الباب باغاوات داير انا احتياطات لهذا الشيء وهندستو قديما قبل ما نبني فهمنا هذا الشيء ما كتعرفش انت امول ورقه وستيلو نعاود نجاوبك عاوتاني لنفترض انا ما درتش النحل السي شريف انا ما دايرش النحل ياك وانت كتعطيني هذا الراي نتاع لا ما خصكش دير النحل في المحميه لانه غيجي لك الباب باغاوات هاني انا ما دايروش الناس المنطقه عندي دايرين النحل يعني كيديروا انا كيما دايروش الناس المنطقه النحل ديالهم غادي يجي يسرح عندي هادشي الا كان عندنا هذا المشكل تاع زعما راه بيدخل لي النحل الفواكه الباب باغاوات وبيأثر عليهم اش بيأثر عليهم اش بيجي لهم كل عاد بالله مش تراجم وبقاش تأول وتبين راسك محترف وتبين راسك قاري واعي واصل وكتحط عليها ورقه وستيله وتا تا 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 تشارجي 5 درهم كونيكسيون بيجي تنفخ لي راسي انا اللي بغيت نحترمك هو في ديك ورقه وستيله وداك الفيديو اللي سجلتي عليا وكتبقى تعطيني كيفاش اشنو غادي ندير واشنو غادي نطبق دير انت اي حاجه مع داكشي اللي كتبتي في ورقه وستيله نوض وطبقه في دارك ولا في فيلمتك ولا في حياتك هذيك هادشي اللي عندك وطبقه نحترمك ديك الساعه الا شت قدرتي عاد كتقول لي السي كريم ها كيفاش غادي دير وكيفاش غادي دير كي درت انا ماشي انت ما داير ما والو حاط وريقه وستيلو كتهضر معايا وبيتيني انا نحترمك واش انت مريض واش صحابك انت اللعب هذا واش صحابك انت هذا البروجي اللي داخلين عليه لا انا لا سيتي حسن لا الناس اللي بحالنا واش صحابك انت اللعبوا واش صحاب اللي قال العصيده بارده يدير يديه ياك ما صحابك حنا بحال بوبيزا ياك ما صحابك حنا كنمشيو نشوفو كالوبسيطات نتاع 100 درهم ولا شي حاجه وكنجيو نتنزو على عباد الله ونتفلاو على عباد الله ونبقاو عليهم بالجبهه حنا اكبر فورنيسورات في المغرب وهو كيشري لك جوج بوبيزات ديال 100 درهم انوض صباح الخير الشريف البروجي اللي داخلين عليه حنا لاعب في الملاين صحاح راه واصلين للملاين صحاح اللي تجري تجري تتعيار وما توصلوش تحياتي جوابي لكم واخيرا نعاود نردو الابتسامه عاود ثاني راه كيكفروني انا بحال هاد النوع هاد الاخوان وما تقولوش لي الله يحفظكم الله يرحم الوالدين لي فان ديالي ما تقولوش لي القافله تسير والكلاب تنبح لا انا قاموسي القافله تسير واذا نبحت الكلاب اوقف القافله وارجمها بالحجاره وكما قافلتك هانيه ماشي مشكله اخوان الا كانت القافله غاديه ماشي مشكله وقفتيها شي شويه يرتاحوا المسافرين وتعطي الكلاب العصا وتكمل عاوتاني قافلتك هاني على القافله فاش كتكون غادي ما كتوقفوش في قهاوي ما كتوقفوش في ريستورات عادي جدا ياك وراه هكاك الا جاب لاند بحال عليك الكلاب في طريق القافله وقف القافله وعطي لي ماهم العصا وسير عاوتاني كمل تحياتي لكم العزاز اخيرا شكرا لفان العزاز ديالي احسن تحيه لسيدي حسن والشريف اللي التذكر تاعهم خالدين ابدا زعما ما عنديش هنا شي واحد في لفان اللي شي كسبت الخيل واعر زعما اللي يتصل بيا يقول يا خويا عاشق الباب باغا بيت ندير معاك المزيان في واحد العود ادهم انا راه كنحب الدهم الاخوان يعني عود كحل ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ببياض وياكل ببياض المعنى ديالها بغيت عود كحل ورجليه بربعه بيضين تا
طالع فيهم البيضيه والفم ديالو بيض. يعني هذا هو المعنى نتاع الوصيه نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي ببياض وياكل ببياض. والادهم طبيعه الحال يعني عاود كحل وربعه رجلين ان شاء الله بحول الله بيضين والفيهم بيض، يا ربي ان شاء الله نمتلكو. تحياتي لعندي شي كساب هنا، تواصل معايا ولعني على الله ان شاء الله يتنفخ لي راسي. راه انا من نهار منين جيت مع سيدي حسن وعقلي فيه ما نرى امير، اللهم بارك اللهم بارك، وبيد انا ندير شي امير. انا حياتي من صغري كنت كنركب في الخيل، الاخوان اقسم بالله الا كنت كنركب في الخيل انا راه عندي 7 سنين والله حتى كنسافر به بالله العلي العظيم. هادشي موثق وكاع الناس نتاع السيكتور وكلشي عارفيني في هذه المساله هذه. كنت انا عندي 7 سنين كنجيب العود ديال الطبوري ضحي برقي اللهم بارك، كنسافر به كنجي من طامصلحت لمراكش وديما يعني دوزت فيه سنوات طويله وكنحبو. ما كانش ديالي، كان تاع عم الصديق ديالي جارنا، ولكن كنمشي نجيبو ديما من عندهم. وكبرت فيا ديك الولاعه نتاع الخيل وكنحبو تنموت فيه. وديما من صغري كنت كنتمنى نمتلك عاود كحل وطوموبيل كحله وكلب كحل، وان شاء الله بحول الله غادي نحقق هذا الحلم هذا ان شاء الله. حتى هو غادي نديرو ونوصل لان هذا حلم الطفوله ديالي الاخوان. اقسم بالله الله يسمح لي كنت مع والديا مشيت معاهم للعمره، وقسما بالله العلي العظيم الى هذه القصه واقعيه. كنت مع والديا مشيت معاهم للعمره فاش كنت صغير شي شويه، وجلست امام الكعبه قسما بالله وبست الحجر الاسود. والله يسمح لي الناس كيتمنوا شي امنيات زينين، انا شوفوا امنيتي نتاع الصغر الطفوله قدام الحجر الاسود قسما بالله، حيت كنا مشينا تقريبا في العيد الميلود، ماشي بحال الحج تيكون عامر وبحال ديال رمضان كتكون عامره وصعيب توصل الحجر الاسود. في عيد الميلود كتكون العمره خفيفه شي شويه في ديك الوقيته فاش مشيت ايامات الصغر. انا فاش مشيت وحق الله العظيم انا الى قدام الحجر الاسود وكنبوس الحجر الاسود وتنقول يا ربي، شوفوا عقل الطفوله عقل المراهقه، يا ربي تحقق ليا احسن موتور كحل كبير. يعني كان كيحمقوني انا الارسيسات والماطر الكبار ديك الساعه، ياماتنا الارسيس هو اللي كان قايلها، يا ربي تجيب لي شي موتور كبير. اول حاجه بديت بها بعدا الاخوان قسما بالله، يا ربي يكون عندي كلب كحل وعاود كحل وموتور كحل وطوموبيل كحله قسما بالله العلي العظيم الى انا في الحجر الاسود. وسبحان الله العظيم واخا درت عقلي وكبرت وتزوجت ودرت وليداتي وهادشي كله، باقي الحلم هو الحلم، باقي الامنيه هي الامنيه. يعني يا ربي واخا عندي طوموبيل دابا بيضاء هانيه، يا ربي كلب كحل عاود كحل موتور كحل طوموبيل كحله، وان شاء الله غادي نحقق الحلم ديالي ان شاء الله. طول ما جلست غادي ندير هذا الحلم. ولكن دابا اللي دارني في راسي انا هو منار وامير، يعني خصني ان شاء الله يكون عندي واحد الامير اللي ما باقيش بيت نعود نخرج انا في المنطقه بالطوموبيل. يعني الطوموبيل بين وقفها وقت ما بيت نقضي شي حاجه ولا بيت نعود نتريني ديما العاود يكون عندي تما. كنفيق الصباح كنخرج بالعاود كنتريني به مزيان وكنعاود نرد العاود ان شاء الله قريبا بيت شي عاود ان شاء الله في هذا اللوي اللي ضرب انا. تحياتي ما نطولش عليكم، الله يعاونكم، نتمنى الحلقه تعجبكم وتتناول الجديد بلا باش ما نطولهاش عليكم، بلا ما نصور لكم هادشي اللي غادي ندير في مراكش نخليوه لحلقه اخرى وغنمشي نقضي اغراضي ان شاء الله بحول الله. تحياتي الله يعاونكم، شكرا بزاف على المتابعه وهجوم في التعليقات، شجعوني يا الاخوه الله يحفظكم.